بالله عز وجل يقول لعيسى: يا عيسى يا عيسى، إني قد أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم. لا تستطيع، لا أنت يا عيسى ولا غيرك لن يستطيع على قتالهم. يا عيسى حرز عبادي إلى الطور، حرز عبادي إلى الطور. يا عبد الله، آيات آيات ربما نراها وربما نشاهدها. إلى متى يا عبد الله ما تعتبر؟ إلى متى تنتظر؟ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. أشراط الساعة كلها تقريبا قد وقعت يا عبد الله، لم يبق إلا هذه الكبرى التي أقولها لك الآن. تصور، ذكرنا الآن الدجال، وذكرنا المهدي، وذكرنا عيسى بن مريم. عيسى لا يمكث في الأرض إلا 7 سنين، لما رفع كان عمره 33 سنة، ثم يمكث في الأرض 7 سنين، أي يموت وعمره 40 عاما، وفي زمن عيسى يخرج أجوج ومأجوج ويموتون. إذن كل هذه العلامات الكبرى في سنوات قليلة يا عبد الله. ثم ماذا تنتظر؟ تنتظر اليوم الذي لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فإذا بعيسى يخبر الناس: أيها الناس أيها الناس، هلم معي، اذهبوا معي، سيروا معي. إلى أين؟ يخرجون إلى رؤوس الجبال، يذهبون إلى الجبال، يجلسون فيها، يتعبدون الله جل وعلا، يصلون ويسجدون ويركعون ويستغيثون بالله جل وعلا. تعرف من الذي خرج؟ إنهم قوم يأجوج ومأجوج، خرجوا ليفسدوا في الأرض. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. السد الذي بناه ذو القرنين، الذي بدأ ينخر وبدأ قوم يأجوج ومأجوج منذ أيام النبي صلى الله عليه وسلم يحفرونه، حتى قال النبي: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. قدر هكذا، وحلق السبابة مع الإبهام، أي بدأوا بالحفر وبدأوا بهدم السد في ذلك اليوم. وعيسى في الأرض ينتصر على الدجال، يخرج الله عز وجل يأجوج ومأجوج. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا: يا ويلنا قد كنا ظالمين. يخرج يأجوج ومأجوج في الأرض فلا يدعون فيها أخضرا ولا يابسا ولا إنسانا ولا حيا إلا سفكوا دمه وقتلوا من قتلوا وأكلوا ما أكلوا، حتى يأتون على بحيرة كاملة فيشربونها، فيأتي آخرهم لا يرى في البحيرة شيئا. أين المؤمنون؟ يستغيثون الله عز وجل على رؤوس الجبال. تخيلوا الرجال والنساء والأطفال كلهم قد تجمعوا على رؤوس الجبال، وعيسى بن مريم معهم، يدعون الله جل وعلا ويستغيثون ربهم جل وعلا، ولا يعرفون ما الذي يحصل في الأرض وما الذي يحدث. ويأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، لا يدعون شيئا إلا أفسدوه، ويفسدون في الأرض ويخربون ما يخربون. ثم يظن يأجوج ومأجوج أنهم قد قضوا على أهل الأرض جميعا، فيقولون: بقي الآن أهل السماء، فيرمون سهامهم ونشابهم إلى السماء، فترجع السهام عليهم قد ملئت دما. فيقولون، شوف انظر كيف يفتنهم الرب جل وعلا، يقولون: قضينا على أهل الأرض ولم يبق إلا أهل السماء. ثم يبتليهم الرب جل وعلا بدود يسمى النغف، النغف دود يرسله الله عز وجل عليهم فيقتلهم جميعا فرسا صرعا كنفس واحدة. كل يأجوج ومأجوج يموتون كموت رجل واحد، بأي جندي لم يرسل الله عز وجل عليهم جيشا ولا ملائكة ولا جنودا من السماء، بل يرسل عليهم دودا. وما يعلم جنود ربك إلا هو،
فإذا بهم يموتون. الآن عيسى بن مريم ما يدري، ما يدري ما الذي حصل وما يدري ما الذي جرى، فيقول للناس من ينزل، من ينزل فيأتينا بالخبر. فيخرج رجل من خير الناس يومئذ، فينزل من الجبال ويأتي إلى الأرض، فيرى الجثث متناثرة، ويرى الجيف، ويرى نتنهم قد يعني زهمهم، وقد أنتنت الأرض بجيف يأجوج ومأجوج. فيرجع مرة أخرى فيبشر عيسى بن مريم ويبشر المؤمنين، فينزل المؤمنون مرة أخرى وتضع الحرب أوزارها، وينزل المؤمنون مرة أخرى إلى الأرض فيرون الجثث ويحمدون الله جل وعلا. ثم يدعو عيسى بن مريم ربه، يعني يا رب خلصنا من هذه الجيف، من هذه الجثث، من هذا النتن، من هذه الرائحة. فيرسل الله عز وجل طيرا أعناقها كالإبل تحمل الجثث، تخيلوا المنظر، تحمل الجثث أمام المؤمنين، تحمل الجثث فترميها في البحار. ثم يرسل الله عز وجل مطرا من السماء ويغسل الأرض هذا المطر، ثم تخرج الأرض كنوزها وخيراتها، وينتشر الخير في الأرض، ويحكم فيهم عيسى بن مريم.